أختي حلمت إن أمي كانت بتخبز وهي متوفية في الحياة يعني، وطلبت منها إنها تخبز بدلها، وفعلا قعدت تخبز وأنا أختها طلع عليها بتقول لي أنت عاملة إيه، وقلت لها الأرانب بتاعت هدى بنتي، فقست كتير قوي ما شاء الله. وراحت تشوفها، فردت وقالت ما شاء الله ما شاء الله، وفضلت تقولها حتى افاقت. ابشري. مع العلم ان بنتي دي في ثانويه عامه والحلم ده يخصها. وشكرا. ابشري. بصي، اولا ان الميت يخبز ده دلاله على ايه؟ دلاله على ان في امور هتتحضر لسه للبنت دي. يعني نجاح وعلو شأن وذريه كتير قوي قوي. الارانب دي يعني مش عايزه اقول لك هتجيب عيال كتير ما شاء الله عليها يعني. ما شاء الله. فبشاره طيبه يعني.